بس هتكلم عنه في حلقات تانية. حلو حلو جدا 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 فوق ما اي حد ممكن متخيل. ايه المنتج ده؟ شراب. شراب بنلبسه على رجلين نظيفة، شراب بلاستيك بيتلبس على رجلين نظيفة، تمام، وتحطيه ساعة ساعة ونص، ممكن ساعتين عادي مش مشكلة. هو عبارة عن احماض بسيطة مقشرة، مش احماض يعني هيدوب الرجلين، لا هو مقشر. مع الوقت بعد اسبوع من استخدام المنتج ده، تمام، اللي هو الاكسفلياتور او مقشر القدم او ماسك القدم، بعد اسبوع بالظبط يا بنات بجد انا فرق معايا في ايه، خلى الرجلين ناعمه جدا جدا. بعد اسبوع بدات رجليا تقشر زي قشره البطاطس كده بالظبط، تطلع القشره ويلا، والقشره تزيد تزيد تزيد، ولقيت رجلي كده كلها مشره، بس مش بشعه يعني، القشره عادي، قشره عاديه جدا طبعا عشان كنت الحمد لله برطب رجليا كويس، تمام. فهو لما بيقشر بيرجع رجليكي زي رجلين البيبي، ودي اجمل حاجه ممكن تحسيها في منتج. بعدها بترطبي باي، طبعا مش بعدها على طول، بعد ما بيحصل التقشير يعني، انت بتسيبي رجليكي ما تعمليش اي حاجه خالص غير ان تلبسي الشراب ده. كمان برضو الناس كبيره حلوه جدا، ان هو بيقلل الالم وبيقلل بعض الناس بتشتكي من وجع في المشي، فبيبقى في طبقه خارجيه، الطبقه الخارجيه دي بتعمل زي تقل على الرجلين، او ان هي بتتعب الرجلين اكتر وبتساعد في زياده الالم. فحلوه جدا لو اشتريتيها لحماتك، لمامتك، لاختك، لحد كبير في حياتك، او حتى والدك والدتك، حتى والدك حماك، اي حد سنه كبير، هتنفع برضو للناس الكبيره، هترجع لجليهم تاني زي بشره الاطفال، وهتقلل كمان الالم. وبكده انا خلصت الريفيو عن اكتر منتجات 2022 2021. كل سنه وانتم طيبين. في منتجات تانية هنتكلم عنها برضو، انا مش بس دي يمكن منتجات اللي استخدمتها، في حاجات تانية كتيره جدا هنقدر نتكلم عنها الحلقات الجايه. عايز اقول لكم حاجه اخيره، بعد ما تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا حابين تشوفوا المحتوى ده، انا بكون الدكتورة المسؤولة عن روتين العناية والبشرة والشعر، روتين العناية في البشرة والشعر والجسم. بسيب لكم رقم وهقوله لكم دلوقتي، رقم تواصل وبسيبه تحت الفيديو. الرقم ده بتتواصل معايا او بتتواصل غالبا بتتواصل معايا، وبعمل لك ريكومنديشن ازاي تشتري، او ترشيح تقدر ازاي تشتري المنتجات دي اصليه، منين تقدر تشتريها الاصليه وتشتريها ازاي. وفي نفس الوقت كمان قبل ده كله لازم بنرشح مع بعض انسب حاجه ليكي. يعني انا بشرتي دهنيه، ما ينفعش اخد كريم تقيل، انا بشرتي جافه، الافضل ان انا اخد كريم تقيل او حاجه فيها مواد زي فيتامين اي، زي الزيوت، زي حاجات مرطبه كتير، هيفرق جدا في ترطيب بشرتي. ده على سبيل المثال يعني. الشعر برضو نفس الكلام، البنت المحجبه غير البنت المش محجبه، الروتين بتاعها مختلف تماما، اللي بتعمل بيبيليس لشعرها غير اللي ما بتعملش، غير الكلام ده كله، فكل ده بيختلف. فبنتكلم مع بعض وبرشح لك انسب حاجه، وبقول لك على المكان او ازاي تقدري تشتري المنتج الاصلي اللي طبعا بتابع معاكي بيه. ده واجبي يعني ان اتابع معاكي النتائج، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا. شكرا ليكي لو وصلتي لحد هنا في الفيديو. باي باي.